زمان لما كانت أمي تعمل لنا خضار وبالأخص السبانخ كنت ببقى متضايق جدا وأقول لها هو كل يوم خضار؟ أنا مش بحب السبانخ. وقتها كانت تقول لي جملة لسه بترن في وداني لحد النهاردة، كانت بتقول لي يا ابني ده البطران سكته قطران. الحقيقة أني ما فهمتش الجملة دي وقتها، لكن لما كبرت وشفت بعيني فهمت معناها. فهمت يعني إيه البطران سكته قطران. البطران ده حد مفيش أي حاجة عجباه في دنيته، كل اللي ربنا بيرزقه بيه شايفه قليل مش حلو، مش راضي عن الأكل البسيطة اللي بتتحط على الطبلية، مش راضي عن شغله وشايفه قليل، بيتكبر على نعم ربنا شايفها إنها مش على مقاسه، لا راضي بالعربية الصغيرة اللي معاه ولا حتى راضي بالجنيهين اللي بيدخلوا جيبه آخر الشهر، دايما باصص لغيره، مش باصص علشان نفسه يبقى زيه، لا باصص وبيقول اشمعنى هما وانا لا. الانسان البطران ده ما يعرفش ان النعمه الصغيره دي ممكن تزول منه، هو اتبطر عليها حس انها شويه. البطران هو التضاد الواضح للانسان الراضي والقنوع، هو اللي رفض الواقع، رفض رزق ربنا. لو بصيت لحد بيتبطر على النعمة ولقيته راكب عربية أحدث موديل مثلا، هتلاقيه باصص للي معاه طيارة خاصة وبيقول اشمعنى أنا، وهتلاقي اللي راكب عربية صغيرة باصص للي راكب عربية أحدث موديل، واللي معاه عجلة باصص للي معاه عربية صغيرة، واللي ماشي على رجله هتلاقيه باصص للي معاه عجلة، حتى اللي قاعد على كرسي متحرك هتلاقيه باصص للي ماشي على رجله. البطران ده بقى سكته قطران، طريقه مفهوش خير، متلعبك دايما ومش سالك، دايما ناقم عن النعمة. النعم اللي في ايده هتزول، وفي نفس التوقيت مش هياخد اللي هو عايزه، هتلاقيه دايما كاره للناس وكاره للحياة، دايما مكتئب، دايما باصص اللي في ايد غيره من منظور الحقد، هتلاقي السهل في طريقه صعب، وكل ده علشان مرضيش باسمته، مرضيش باسمة ربنا وعدله. ربنا قال إيه؟ وإن شكرتم لأزيدنكم، يعني تشكر وترضى الأول علشان اللي في إيدك يزيد. ودي أول قاعدة في أي خطوة قبل أي حاجة، تشكر وانت راضي ومبسوط، تقول الحمد لله على الأكلة الحلوة والحمد لله على اللي عندي ومش عند غيري. وقتها بس هتلاقي ربنا سهل لك الصعب، ليل لك الحديد. بلاش تتبطروا على النعم يا جماعة، علشان ربنا ما يحطكش في اختبار عملي ويسحب النعمة دي من إيدك. قول دايما الحمد لله، قولها من قلبك، قولها وانت راضي، الحمد لله على النعم التي لا تعد ولا تحصى، الحمد لله. تعالوا نسمع رسالة. السلام عليكم استاذ محمد، ازاي حضرتك دلوقتي؟ استاذ محمد انا عندي مشكله مع جوزي ومتخانقين خناقه كبيره جدا لرب السماء. جوزي الحمد لله مقتدر ماديا، الحمد لله يعني ربنا فتح علينا. انا بس كانت امنيه حياتي ان انا كان نفسي ادخل ابني مدرسه اجنبيه خاصه كبيره، يعني مش راضي، عاوز ادخله مدرسه خاصه بس يعني تبقى اقل شويه. بيقول لي لا انا ما اقدرش ادفع مصاريف المدرسه دي، يعني انا هبقى كده مضغوط. وانا بصراحه شايفاها مناسبه ومقتنعه جدا، يعني انا عايزه اولادي ان هم يبقوا مش اقل من اي حد. انا مش عارفه اقنعه، هو رافض وبيقول لي ظروفي ما تسمحش وانا رافضه فكرته خالص. فارجوك تقول له بس كلمتين حتى يعني تفهموا بيهم. ربنا يخليك يا رب يا استاذ محمد. طيب عايزاني اقول له ايه بالظبط؟ أقول له اضغط على نفسك واستلف علشان ابنك ما يقلش عن حد؟ أقول له اختار الأغلى علشان تتباهى إن ابنك في المدرسة الفلانية؟ نزود أعبائنا ومصاريفنا ونروح نختار حاجة إحنا مش قدها علشان إحنا باصين لغيرنا؟ رغم إنك بتقولي برضو إن هو عايز يدخله مدرسة كويسة ومصاريفها هيقدر عليها وهيتعلم فيها الولد، وبأمر ربنا يطلع نموذج ناجح ومتميز. سامحيني في اللي هقوله،
لكن هي دي الحقيقة. أنا مش بجامل طرف على حساب طرف، أنا هنا بحاول قدر الإمكان إن أقول الحق من وجهة نظري، والحق إني ما ينفعش أضغطي على جوزك بالشكل ده، وخاصة إن هو مش بيقول إن هيرمي الولد في الشارع، ما بيقولش إن هو مش هيعلمه مثلا، هو هيدخله برضه مدرسة خاصة محترمة يتعلم فيها ويطلع كويس، وده طبعا الهدف الوحيد. إحنا مش بنصرف فلوس بغرض التباهي والمنظرة وبس، المعونة على قدر المؤونة. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا المعونة والرزق من عنده على قدر حاجاتنا واحتياجاتنا. يعني ربنا هيساعد الناس اللي في حياتها مصاريف كتير لا غنى عنها. وزمان لما كان واحد بيقول أنا خايف أخلف علشان ما فيش فلوس، يتقال له إيه؟ يتقال له المعونة على قدر المؤونة. يعني ربنا هيعينك لأنك بتعمل الضروري والمحبب لربنا وهو النسل، يبقى ما تخافش، اسعى وربنا هيرزقك. أما الأعباء الإضافية الموجودة في أي بيت ونقدر نستغنى عنها، نستغنى عنها بشكل قطعي. زي إيه مثلا؟ بنشتري ونجيب حاجات فوق طاقتنا علشان بس ما يتقالش إننا أقل من حد، نستلف ونعمل قروض وغيره، وفي الآخر مصيرنا يا إما الضغط يا إما الانفجار أو السجن مثلا. طب وليه؟ ما نمد لحافنا على قد رجلينا لحد ما ربنا يكرم ويزيد اللحاف حبتين. لكن اللي انت بتطلبيه آفة انتشرت في مجتمعنا، وهو اننا نروح للأغلى وخلاص بدون اي مبرر، ونعمل الحاجة اللي غيرنا عملها علشان بس ما يتقالش ان احنا مش عارفين نجيب. هما الناس مثلا هيدفعوا لنا لو اتزنقنا، هياخدوا بإيدينا لو وقعنا، هيشاركونا لحظات الضيق والضغط والجري هنا وهناك، ولا هيشيلوا عننا مثلا ويدفعوا لنا هما؟ الناس بتتفرج وبس. وقت الجد هتلاقي كل واحد في حاله، كل واحد في طريقه، وانتوا هتبقوا لوحدكم بتواجهوا مصير صعب وخطير. وبعدين يعني ما هو معظمنا اتعلم في مدارس عادية تعتبر ببلاش، وتعلمنا فيها بقدر عظيم، فهمنا ودرسنا وتخرجنا. المدارس العادية دي طلعت أجيال كتير، مهندسين، دكاترة، محاميين وضباط وغيره وغيره. ولو نلاحظ شوية هنلاقي إن معظم المتفوقين من مدارس عادية بسيطة. إذن هنا المقياس مش إن المدرسة الفلانية أغلى، ده لو إحنا هدفنا التعليم يعني. الفيصل بجانب المدرسة البيت والاهتمام بالطفل، لكن إننا نرميه في مدرسة ويدفع له الشيء الفلاني ونفتكر إن كده خلاص دور البيت انتهى، لو الفكرة كانت كده يبقى صدقيني أنتوا بترموا فلوسكم على الأرض، لأن البيت هو الأساس وهو العمود الفقري لطريق الإنسان من ولادته لحد ما ماتوا. ما تضغطيش على جوزك، اختاري حاجة كويسة تناسبكم وتناسب الولد وتناسب إمكانياتكم وظروفكم علشان تعيشوا مرتاحين. بلاش المظاهر الخداعة، بلاش تدخل حياتكم، بلاش تتحكم فيكم. النهاردة المدرسة بكرة هيكون فيه أكبر وأكبر، وهتلاقوا الديون اتراكمت وتربطتوا في ساقية مش بتخلص. روح لجوزك وقولي له اعمل الصالح اللي يخلينا مرتاحين، واحنا كبيت نتعب شوية مع الولد نهتم أكتر، وساعتها إن شاء الله يطلع أحسن واحد في الدنيا. استنونا. قصة النهاردة عن عم رجب. عم رجب راجل غلبان على باب الله، ما حلتوش إلا 3 ولاد في حياته، وهو ده رزقه في الدنيا، سنده في الحياة وعكازه، والتلاتة كل واحد فيهم متفوق جدا في دراسته، عندهم أخلاق وقيم كانت هي رصدهم في الحياة. عم رجب كان عنده صديق ربنا حرمه من الخلفة، وطول الوقت كان دايخ على الدكاترة، لكن للأسف مفيش فايدة، وهو برضه ما كانش صابر، طول الوقت ناقم على كل حاجة لكن ما بيظهرش اللي جواه. وفي يوم من الأيام كان سهران في بيت عم رجب، كان وقتها متضايق جدا ومخنوق، فعم رجب قال له يا أخي احمد ربنا وإن شاء الله ربنا هيرزقك. بص له قال له إيه؟ قال له أنت هتحس بإيه؟ ما أنت دافيان وسط 3 ومش حاسس بحاجة. الكلمة نزلت على عم رجب زي الصعقة، وقام من مكانه جري دخل أم العيال، قال لها أنا قلبي واجعني وخايف على العيال. الست اتفزعت
وقالت له خير في ايه؟ قال لها حصل كذا كذا. قالت له طب خليه يقول بسم الله ما شاء الله ولا حاجه. المهم تعدي الايام وتحصل حادثه مشهوره، العربيه اجرى في طريق صحراوي، والحادثه دي مات فيها 3 اخوات، هم دول بقى ولاد عم رجب. ماتوا هم الثلاثه في حادثه وسابوه، وسابوه لوحده. الحسد يا جماعه مش لازم تمتلك الرفاهيه والفلوس علشان تتحسد. نعم ربنا العاديه جدا رفاهيه لناس تانيه، مش شرط تبقى غني ولا مشهور ولا بتتميز باي ميزه، مجرد انك ماشي على رجلك بس شيء يدعو للحسد عند ناس تاني. والعين قاتله، الحسد ممكن يموت انسان، يمحيه من على وش الارض. الحسد بيعكن عين حياتنا وبيقلبها للاسود، واي انتصار ولو صغير في عينك انت ممكن يكون محل الحسد في نظر ناس تانية. والناس بقت تبوظ اي لحظة حلوة، مش عارفين ايه اللي وراها من ألم وتعب وشقى. الناس بقت تبص لنهاية الطريق ومش شايفين ايه اللي حصل في المشوار من البداية، بقت تبص على النتيجة وتسيب تعب المشوار. العين ممكن تقطع رزق، تعل جسد، وطبعا كل ده بإرادة ربنا. العين هي بتكون السبب والوسيلة، وعلشان كده بطلب من الناس كلها طلب بسيط، خلي دايما على لسانكم بسم الله ما شاء الله. كل ما تشوفوا حاجة حلوة شدتك أو خطفتك اذكر ربنا على طول، خلي دايما ذكر ربنا على لسانك، وما تقولش هو أنا يعني هتحسد؟ هتحسد على إيه؟ صدقني انت ممكن تتحسد لسبب انت اصلا مش شايفه، بالنسبه لك ممكن يكون عادي، لكن عند اللي حسدك كبير بيتمناه. خلوا بالكم يا جماعه وحصنوا نفسكم بالاذكار، لان الزمن زمن صعب والمرضى النفسيين مفيش اكتر منهم. خلصت القصه وخلصت الحلقه، اشوفكم على خير والى اللقاء.